بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع درس جديد من دروس مادة لغتي الجميلة. ودرس اليوم إن شاء الله هو بعنوان أحب العمل في الوحدة السادسة، ونبدأ إن شاء الله ب النشاطات التهيئة. أولا يا أبنائي الأحباء، في هذه الوحدة يتحدث أو تتحدث نتحدث في هذه الوحدة عن أهمية العمل وقيمته لدى الجميع. أولا في نشاطات التهيئة هنا أصل كل كلمة بالصورة الدالة عليها، ثم أتحدث عن إحداها. أولا هذه الكلمة أو هذه المهنة هي خياطة. خياطة، لاحظوا يا أبنائي الأحباء في هذه الصور، ما الصورة التي تدل على أنها تعمل بمهنة الخياطة؟ نعم يا أحبابي، هذه الصورة الأولى، هنا هذه مهنة الخياطة. وكيف عرفت ذلك؟ من خلال ما تحمله من مقص وشريط لقياس الطول والعرض. ثانيا هذه المهنة الثانية وهي مهندسة. فأي من الصور التي أمامكم تشير إلى هذه المهنة؟ نعم يا أحبابي، هذه الصورة هي تشير إلى مهنة المهندسة. وكيف عرفت ذلك؟ من خلال ما تحمله من لوحة وصورة لبعض الرسومات، وأيضا ما تلبسه من خوذة للوقاية من الأعمال البناء وغيرها. بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، الكلمة الثالثة هي طبيب. طبيب، وتعالوا بنا نلاحظ ما هي الصورة التي تدل على هذا الطبيب أو هذه الكلمة. هنا يا أحبابي الطلاب، نعم هذا هو الطبيب. وكيف عرفنا ذلك؟ من خلال ما يحمله الطبيب من أشعة يشاهدها، وما يلبسه من ثياب يدل على مهنة الطب، وهو البالطو الأبيض. بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، الشرطي. الشرطي أيضا، هذا هو الشرطي، وعرفناه على الفور بسبب ملابسه التي تدل عليه والتي تشير إليه، وهي الملابس المخصصة للشرطة. أما الطباخ يا أحبابي الطلاب، فهو ها هنا الطباخ. وكيف عرفته؟ من خلال ما يلبسه أيضا، ومن خلال الأدوات التي يستخدمها في الطبخ. بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، المعلمة. المعلمة أيضا سهلة جدا، هي هذه الصورة، وهي التي من خلالها تعرفنا على هذه المهنة، من خلال السبورة وما تقوم به من شرح، ومن خلال التلاميذ والطلاب الذين نشاهدهم في الصورة. بعد ذلك يا أحباب الطلاب، كلمة سباك. سباك، والسباك هو ما يقوم بأعمال السباكة وأعمال توصيل المواسير والأنابيب وغيرها في الحمامات وغير ذلك. وها هنا يا أبناء الطلاب، هذه هي الصورة التي تدل على السباك، ومن خلال ما يلبسه، ومن أيضا من خلال الأدوات التي يحملها، ومن خلال الصورة التي تظهر أمامنا. أما الكلمة التي تلي ذلك هي كلمة حداد. والحداد هو ما يقوم بطرق الحديد وصنع أشياء من الحديد، وهو هذه الصورة هي التي تدل عليه، من خلال أيضا ما يحمله من أدوات، أو من خلال عمله في هذه الأدوات التي تدل على مهنة الحدادة. أما الكلمة التي بعد ذلك فهي فلاح، وهذه هي الصورة التي تدل عليه من خلال ما يحمله من فأس والأرض التي يقوم بحرثها. أما بعد ذلك الكلمة الأخيرة نجار، والنجار هو من يقوم بصنع أشياء من الخشب، وهذه هي الصورة الأخيرة التي تدل عليه ما يقوم به من أدوات، وما يحمله من أدوات وخشب وغير ذلك، يدل على مهنة النجارة. أما يا أبناء الطلاب، الصورة التي نختارها ونتحدث عنها، لديكم هذه الصور جميعها، هذه المهن جميعها مهن جميلة ومهن شريفة ومهن رائعة، كلها جميلة وكلها
نستطيع أن نتحدث عنها وأن نختار أحدها ونتكلم عنها، ويمكننا أن نختار مهنة الشرطي وهو ما يقوم بحفظ الأمن والنظام في كل مكان، وله من الأهمية الكبيرة، فهو تعتمد عليه الدولة ويعتمد عليه الناس في حفظ الأمن والنظام في كل مكان. وجميع المهن يا أبناء الطلاب جميعها مهن جميلة ومهمة جدا، ولا نستغني عن أحد هذه المهن، فكلها مهن مهمة لدينا جميعا. تعالوا يا أبنائي الطلاب بعد ذلك ننتقل إلى رقم 2، وأفكر أراد أبي أن يبني بيتا جديدا، فإلى من يحتاج من أصحاب المهن الآتية، وما دور كل واحد؟ هنا يا أبناء الطلاب إذا لاحظنا في هذه الصورة الأولى، هنا سنجد صورة الميكانيكي وهو ما يقوم بتصليح السيارات وغير ذلك، فهو لا يحتاجه في بناء البيت. أما الصورة الثانية فهو صورة معلم يقوم بتعليم الأبناء، فلا نحتاجه في صناعة البيت أو بناء البيت. أما في الصورة الثالثة وهو من يقوم بالبناء وهو البناء، فهو نعم نحتاجه في صناعة البيت. والصورة التي تليها فهي صورة الطباخ أو الخباز، فهو لا نحتاج في صناعة البيت. أما الصورة التي تليها فهي صورة المهندس الذي يقوم بمسح الأرض والاطمئنان على جودة الأرض التي يقوم بالبناء عليها ومتابعة العمل، فهو نحتاج أيضا في بناء البيت. أما الصورة التي بعد ذلك فهي صورة الطبيب، فلا نحتاج في بناء البيت. أما الصورة التي تليها وهي صورة النجار، فنعم نحتاج في بناء البيت وفي تحضير الأبواب والشبابيك وغير ذلك والأثاثات للبيت، فنعم نحتاج في صنع البيت. والصورة التي تليها بعد ذلك هي صورة العامل الدهان الذي يقوم بطلاء البيت بالألوان التي نطلبها منه أو نرغب بها، فهو نعم أيضا نحتاجه عند الانتهاء من عمل الجدران وغير ذلك من الأشياء التي نقوم بعملها في المنزل. فإذا المهن التي نحتاجها بالترتيب هي مهنة المهندس الذي يقوم بوضع الصور والأساسات والرسومات التي وفحص الأرض التي نقوم بالبناء عليها، فهو المهندس مهنته عظيمة ويقوم بالاطمئنان على المكان أولا، وثم رسم الرسومات التي نحتاج إليها فيها والتصميم التي نحتاج إليها في شكل المنزل وبناءه والغرف وكل ذلك. وبعد ذلك يأتي دور البناء ليقوم ببناء الطوب وبناء الجدران، فهو من الأهمية بمكان حيث أنه يستطيع أن يقوم ببناء الأدوار الواحدة تلو الأخرى بالأشياء المطلوبة منه من خلال الخطة التي وضعها المهندس له. يأتي بعد ذلك دور النجار الذي يقوم بوضع الشبابيك والأبواب على في فتحات المنزل، وبعد ذلك يقوم العامل الطلاء أو هذا الشخص الذي يقوم بالدهان أو طلاء المنزل، فيقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الشكل واللون الذي نختاره. إذا هذه المهن جميعها يا أبنائي الأحباء مهن جميلة ونحتاج إليها جميعا في هذا البناء أو بناء البيت. ننتقل بعد ذلك إلى رقم 3، وهو ألاحظ الصور ثم أحدد الشخص المناسب لحل المشكلة. أول شيء في الصورة الأولى يا أبناء الأحباء صورة الهاتف، وعند خراب أو عند تلف أحد مكونات هذا الهاتف، فالشخص المناسب الذي نحتاج إليه هو عامل التليفونات أو المتخصص في تصليح التليفون. وبعد ذلك الصورة التي تليها هي صورة السباكة أو أشياء أو الأشياء التي تتضرر عند في الحمامات وغير ذلك، فهو هنا نحتاج إلى السباك، وهي مهنة عظيمة يقوم بإصلاح الخلل في الأنابيب أو المواسير أو المعدات التي تقوم بتصريف المياه أو إحضار المياه إلينا والاستفادة إليها. بعد ذلك تأتي الصورة الثالثة وهي صورة الطاولة أو هذا الخشب الذي تتكون منه الطاولة، عند تلف أحد أجزائه فنحتاج إلى النجار، نعم إلى النجار الذي يقوم بإصلاح
هذا العطل أو هذا الخلل الذي وقع فيه أو الكسر الذي وقع في هذه الأخشاب. يأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك الصورة الرابعة، وهي صورة الشارع، ومن خلال تكدس السيارات فنحتاج إلى حل هذه المشكلة إلى شرطي المرور الذي يقوم بتنظيم الحركة المرورية لتسير السيارات بسلاسة وبيسر. بعد ذلك يا أحبابي الصورة الخامسة، وهي صورة السوبر ماركت أو البقالة، ونحتاج إلى من يساعدنا في هذه البقالة عندما نريد بعض الأشياء التي لا نستطيع الوصول إليها، فنحتاج إلى البقال أو عامل البقالة، وهنا يساعدنا في الوصول إلى الأشياء ويساعدنا في الحصول عليها بسهولة ويسر. بعد ذلك في الصورة التالية، وهي صورة المنزل الذي تشتعل به النيران، فهنا نحتاج إلى عامل الإطفاء أو رجل الإطفاء، فهو الذي يساعدنا في إطفاء هذا الحريق، وله دور كبير طبعا يا أبنائي الأحباء، وله دور كبير وعظيم في إطفاء الحرائق ويعرض نفسه لخطر من أجل أن نكون في سلام وفي أمان. بعد ذلك يا أحبابي هذه الصورة تدل على التلف في أحد الأشياء أو السلوك الموصلة للكهرباء، فنحتاج إلى عامل الكهرباء ليقوم بإصلاح هذا الخلل، وهو الذي يقوم بإصلاح التوصيلات الكهربائية والأسلاك وغير ذلك. أما الصورة التالية وهي صورة الولد المصاب في المستشفى، فنحتاج هنا إلى الطبيب الذي يقوم بوصف العلاج المناسب لكي يشفى هذا الولد. في الصورة التالية بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، هي صورة الرجل الذي تعطلت سيارته، فنحتاج هنا إلى عامل الإصلاح وهو الميكانيكي الذي يقوم بإصلاح الخلل في السيارات، فهو الذي يخلصنا من المشاكل المتعلقة بالسيارات ويقوم بحلها. أما الصورة التالية فهي صورة السيارة القمامة، وهنا نحتاج إلى عامل النظافة الذي يقوم بدور عظيم في المجتمع، حيث يخلصنا من القاذورات التي تملأ الأماكن التي تكون ملوثة، فيقوم بتنظيفها ويجعل الأماكن نظيفة، فهو له دور عظيم وله تحية كبيرة وتحية إجلال وتقدير. أما الصورة التالية فهي صورة أحد الجدران التي تهدم جزء منها، فهنا نحتاج إلى البناء وهو الذي يقوم ويخلصنا من هذه الأشياء التي تهدمت في هذا السور أو هذا البناء. في الصورة التالية أيضا صورة سلة القمامة الكبيرة، وهنا نحتاج أيضا إلى عامل النظافة. أما الصورة التي قبلها فنحتاج أيضا إلى السائق الشاحنة، وليقوم بقيادة الشاحنة إلى الأماكن التي نحتاج إلى الوصول إليها لكي يقوم بتفريغ سلات القمامة، وهنا نحتاج إلى عامل القمامة وأيضا إلى سائق الشاحنة ليقوم بتفريغ هذه الحمولة الكبيرة من القمامة. تعالوا بنا يا أبناء الأحباء ننتقل إلى نص الاستماع، وهيا بنا نستمع جميعا وننصت جميعا لكي نقوم بعد ذلك بحل الأسئلة المتعلقة بهذا النص. ونص الاستماع في هذا الدرس يا أحبابي الطلاب هو نص الاستماع متعلق بالعمل، وهو قصة تحكي عن قصة الأصدقاء الثلاثة، والأصدقاء الثلاثة هم الحطاب والنجار والصياد. إذن عنوان القصة هو الأصدقاء الثلاثة، أو عنوان النص هو الأصدقاء الثلاثة، ويتحدث عن العمل وقيمته في المجتمع. تعالوا يا أبنائي ننصت جميعا إلى هذه القصة لكي نقوم بعد ذلك بحل الأسئلة التالية. جلس حطاب ونجار وصياد في ظل شجرة وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن، فمر بهم شيخ كبير فسلم عليهم وقال: لماذا أنتم حزينون هكذا؟ الحطاب: لقد بحثنا عن عمل في كل مكان ولكن أحدا لا يريد أن نعمل عنده. الشيخ: وماذا تعملون؟ قال الحطاب: أنا أعمل حطابا
وصديقي وصديقي أحدهما يعمل صياد سمك والآخر نجارا. فكر الشيخ ثم قال: هل أساعدكم لتحصلوا على عمل؟ فرح الجميع وقالوا: أجل يا عماه، ولكن كيف ستساعدنا؟ الشيخ: أنت أيها الحطاب، احمل الفأس واذهب إلى الغابة واجمع جذوع الشجر الكبير، وسأعود غدا إن شاء الله لأرى ماذا جمعت. انطلق الحطاب إلى الغابة وراح يقطع جذوع الأشجار ليجمع الخشب، وفي اليوم التالي رجع الشيخ فرأى جذوع الشجر التي جمعها الحطاب، فقال الشيخ: أنت أيها النجار، الآن اصنع من هذه الأخشاب زورقا صغيرا. وعلى الفور أحضر النجار منشاره ومطرقته ومساميره، وراح يقص الخشب ليصنع منها زورقا. وبعد 3 أيام عاد الشيخ، فلما رأى الزورق قال: أنت أيها الصياد، اذهب بهذا الزورق إلى البحر واصطاد السمك. فرح الصياد وركب الزورق عند الفجر، وعندما عاد قبل الغروب كان الزورق الصغير مليئا بالأسماك الطازجة التي اصطادها. تبسم الشيخ الكبير عندما رأى السمك الكثير وقال: الآن اذهبوا إلى السوق وبيعوا هذا السمك، واشتروا بقيمته طعاما وملابس لكم ولأولادكم، واشتروا بالباقي فأسا جديدا للحطاب، ومنشارا ومطرقة ومسامير للنجار، وشباكا للصياد، وعودوا إلى العمل. فيجمع الحطاب الخشب ليصنع منه النجار زورقا أكبر. وشكر الأصدقاء 3 الشيخ على نصيحته، وراحوا يعملون بجد ونشاط حتى أصبح لديهم مال كثير. فاشترى كل واحد منهم بيتا جديدا، ولكنهم لم يتوقفوا عن العمل. هذه القصة يا أحبابي الطلاب تبين أو توضح قيمة التعاون وقيمة العمل لدى الجميع. ومن خلال هذه القصة نستطيع الآن أن نقوم بحل هذه الأسئلة التي لدينا. في السؤال الأول، طبعا هذه الأسئلة تعتمد على أنكم جميعا استمعتم جيدا إلى النص، ومن الأفضل أن تقوموا بحلها أنتم من خلال استماعكم للنص، وبإمكانكم مراجعة الاستماع أيضا من خلال هذه العلامة التي تقوم أو الباركود الذي نقوم بفحصه ليقوم بإدخالنا على النص ثانية لنستمع إليه مرة أخرى. تستطيعون الآن أن تغلقوا هذا الدرس وتقوموا بحل الأسئلة، أو توقفوا هذا الاستماع للدرس وتقوموا بحل الأسئلة أنتم، ثم بعد ذلك تعودوا لتتأكدوا من الإجابة. بعد أن استمعتم أو بعد أن قمتم ب أو حاولتم حل الأسئلة، هيا جميعا نقوم بمراجعة الحل لنتأكد من الإجابة الصحيحة. أول سؤال: لماذا جلس الأصدقاء 3 تحت الشجرة؟ نستطيع يا أبناء الطلاب أن نقول: جلس الأبناء الأصدقاء 3 تحت الشجرة لشعورهم بالتعب واليأس من عدم وجود عمل. هنا لا نكتب أي شيء في هذه الإجابة، تكون شفهيا وليست كتابة. ثانيا: ماذا كان يعمل كل واحد من الأصدقاء 3؟ ماذا كان يعمل كل واحد من الأصدقاء 3؟ الأول كان يعمل حطابا، والثاني نجارا، والثالث نعم صياد. كيف كان حال الأصدقاء 3؟ كانوا يشعرون بالضيق و اليأس والقنوط بسبب عدم حصولهم على العمل. من أين جمع الحطاب جذوع الأشجار؟ طبعا يا أبناء الأحباب، جمعها من الغابة. بعد ذلك السؤال الخامس: ماذا طلب الشيخ من النجار؟ طلب الشيخ من النجار أن يصنع زورقا. السؤال السادس: كم استغرق النجار لصنع الزورق؟ استغرق النجار 3 أيام لصنع الزورق. السؤال السابع: ماذا استعمل النجار لصنع الزورق؟ استعمل النجار الخشب والمسامير والمطرقة والمنشار. ماذا طلب الشيخ من الصياد؟ طلب الشيخ من الصياد أن يصطاد السمك من البحر، أن يذهب بالزورق ليصطاد السمك من البحر. متى ذهب الصياد إلى البحر؟ ذهب الصياد إلى البحر
وقت الفجر أو بعد الفجر، ومتى عاد؟ عاد عند المغرب. كيف اصطاد السمك؟ اصطاده من خلال استعمال شبكة الصيادة أو الشبكة. بعد ذلك يا أبنائي، السؤال الأخير، وهو: ماذا فعل الأصدقاء الثلاثة بالسمك الذي اصطاده الصياد؟ قاموا جميعا ببيعه في السوق، وحصلوا من خلاله على الأموال اللازمة لشراء الاحتياجات التي يحتاجون إليها. تعالوا يا أبنائي ننتقل بعد ذلك إلى رقم 2، وهو: أستمع وأضع خطا تحت الكلمات ذات الوزن المتشابه ثم أنطقها. هنا يقول: جلس حطاب ونجار وصياد في ظل شجرة وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن، فمر بهم شيخ كبير فسلم عليهم. هنا يا أبنائي الأحباء نلاحظ أن كلمة حطاب ونجار وصياد كلها على وزن واحد، كلها على وزن واحد، نفس النطق تقريبا. فإذا كلمة حطاب ونجار وصياد نقوم بوضع خط أسفلها لأنها تقريبا، أو نعم، هي على وزن واحد. فحطاب نجار صياد، نلاحظ أن النطق هو متشابه في هذه الكلمات الثلاثة، وهو الوزن الذي عليه هذه الكلمات هو وزن واحد. بعد ذلك في رقم 3، أستمع وأمثل ما استمعت إليه. انطلق الحطاب إلى الغابة وراح يقطع جذوع الأشجار ليجمع الخشب. هنا نقوم بتمثيل هذا المشهد من خلال أقوم بعمل مشابه له، من الذهاب أو المشي وقطع الأشجار وجمع الخشب. أحضر النجار منشاره ومطرقته ومسامره وراح يقص الخشب ليصنع منه زورقا. أيضا نقوم بتمثيل هذا المشهد من خلال العمل الذي يدل عليه. بعد ذلك يا أحبابي أستمعوا وأذكر السلوك المضاد للسلوك الذي تحته خط. فرح الصياد وركب الزورق عند الفجر. هنا الكلمة التي تحتها خط هي فرح، مضاد كلمة فرح هي حزن. حزن الصياد وركب الزورق عند الفجر. بعد ذلك الجملة التالية: ابتسم الشيخ عندما رأى السمك الكثير. هنا مضاد كلمة ابتسم عبس. عبس أي تغير وجهه إلى الحزن، فعبس الشيخ عندما رأى السمك الكثير، أو تغير وجهه بالغضب عندما رأى السمك الكثير. مضاد كلمة ابتسم عبس. شكر الأصدقاء الثلاثة الشيخ على نصيحته وراحوا يعملون بجد ونشاط. مضاد كلمة جد ونشاط هو بكسل وخمول. بعد ذلك أذكر رأيي في القصة التي استمعت إليها. القصة رائعة وأعجبتني لأنها تدل على التعاون والتكامل بين جميع المهن، ولا نستغني عن مهنة عن أخرى لأننا جميعا نتكامل ونتعاون فيما بيننا. بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، هنا: ما الشخصية التي نالت الإعجاب في القصة ولماذا؟ الشخصية التي نالت الإعجاب هي شخصية الشيخ الكبير، لأنه من قام بإعطاء النصيحة للأصدقاء، ومن خلال هذه النصيحة عملوا بنصيحته وقاموا بالحصول على ما يريدون من خلال هذا العمل. بعد ذلك يا أحبابي الطلاب، هنا أساعد كل واحد من الأصدقاء الثلاثة في الحصول على أدواته. النجار يحتاج النجار هنا إلى المنشار والمطرقة. الحطاب يحتاج إلى الفأس. أما الصياد فهو يحتاج إلى المركب أو الزورق وأداة الصيد أو الصنارة أو الشبكة. بعد ذلك يا أحبابي، بالاستفادة من النص أكمل الجدول الآتي. المشكلة التي عانى منها الأصدقاء الثلاثة هي ضيق الحال والفقر. أسباب المشكلة هي رفض أصحاب العمل أن يعمل هؤلاء الثلاثة لديهم. الحل الذي قدمه الشيخ لمشكلة الأصدقاء الثلاثة
هو اقترح عليهم أن يذهب الحطاب لجمع الحطب، وبعد ذلك يصنع النجار زورقا ليصطاد به السمك، ثم يقوم ببيع السمك ويأخذ ثمنه ليدبروا احتياجاتهم. بعد ذلك يا أحبابي، أعبر عن رأيي في الحل الذي قدمه الشيخ لمشكلة الأصدقاء. هو حل جميل ورائع، وأعجبني لأنه ساعدهم جميعا حيث أعطى لكل شخص منهم العمل المناسب له. اقترح حلولا أخرى للقضاء على المشكلة التي عانى منها الأصدقاء. اقترح التعاون بين الجميع والتفكير بحلول مناسبة وعدم اليأس والإحباط. ننتقل بعد ذلك يا أحبابي الطلاب إلى الشيء الأخير أو التدريب الأخير، وهو نكمل عناصر القصة. عناصر القصة عنوانها هي عنوان الأصدقاء الثلاثة: المكان تحت ظل شجرة، الزمان فهو في الماضي، أما أهم الأحداث فتقديم المساعدة للآخرين. الشخصيات: الشيخ الكبير والحطاب والنجار والصياد. الدروس المستفادة من هذه القصة: هو التعاون يحقق النجاح واليأس يقود إلى الفشل. إلى هنا أحبابي الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.